بس في اشاده كبيره جدا لبيراميدز. بيراميدز للنهائي الثاني على التوالي بيلعب مباراه وبيبقى ند مع النادي الاهلي، ولكن بيصطدم باصرار لعيبه النادي الاهلي وبيصطدم بمحمد الشناوي اللي لازم نديله حقه. محمد الشناوي النهارده الكوره اللي شالها في الكوره اللي اتلعبت بالدماغ من بتلطيف صوابعه، الكوره دي كانت ممكن تنقل المباراه في حته ثانيه خالص، نفس الكوره اللي شالها في نهائي الكاس. واحده من افضل التصديات طبعا الموسم. طبعا لو معانا يا جماعه اللقطه دي نجيبها، لقطه محمد الشناوي بيشيل يشيل الكوره وليد الكارتي. من وليد الكارتي هو مط جسمه والجامب اللي عمله وهو طويل، فوقت نزوله للارض ما بيبقاش بسهوله قدر يشيلها. كانت برده نقطه تحول المباراه، كانت بيراميدز كان هيجيب الجون وكان هيقفل وكان الموضوع هيبقى صعب جدا والضغط. ممكن اعطلك ثواني؟ اتفضل. انا واقف كتير قوي عن شخصيه محمد الشناوي. هو تعرض لهبوط في المستوى، ده حقيقي، في بعض المباريات انتقادات كثيره وصلت لحد الهجوم، وصلت لحد انه الجماهير او بعض الجماهير كانت بتقول انه الاهلي محتاج حارس اخر، فكره انه كمان او بعض الجماهير قالت انه المفروض حارس بديل اخر هو اللي يلعب مش محمد الشناوي. كل الضغوط دي ممكن تنهي على اي حد، بس الشخصيه انك ترجع وتبقى ثابت في المستوى وتفضل تقول لنفسك وتقول للجماهير انا حارس مصر الاول، دي شخصيه كبيره من محمد الشناوي يستحق عليها الاشاده، بما اننا كثيرا انتقدناه. اكيد انتقدنا الشناوي كتير خصوصا بعد الطرد اللي حصل الاخراني، ولكن انا بقول لك هو كريم دايما حارس مرمى كبير بيكسب نادي كبير بطوله كبيره جدا، والبطوله دي زي ما بقول لك هي بونص للنادي الاهلي، هي استمرار لمارسيل كولر في موسم لحد الان موسم يعتبر مثالي.